يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. النفسية والنيورولوجيا العصبية. حلو الكلام. طيب باختصار ايه التوبكس اللي هنتناقش فيها دلوقتي في الشابتر ده؟ في عندك سينس ستيمولان على جنب اللي هي الشاي والقهوه واللي هي الكافيين والحاجات دي كلها. وفاكرين الامفيتامين اللي اخدتوه زمان؟ فاكرين الامفيتامين؟ امفيتامين كان بيسهل ويفوق وبعض منكم كمان يتعاطاه انا عارف. تمام؟ لكن اغلب الادويه اللي هناخدها هنا سي ان اس ديبريسنت. سي ان اس ايه؟ ديبريسنت. زي مين؟ يا نون سبيسيفيك يا سبيسيفيك. هناخد حاجه اسمها سيداتيف وهيبنوتيك. انا مش معاك واحده واحده خالص. يعني كلمه سيداتيف ويعني كلمه هيبنوتيك؟ سيداتيف يعني مهدئ. كالم بيهيفير يهديك تبقى ريلاكس كده ورايق شويه. لكن هيبنوتيك منوم. الله ينور عليك. صح كده؟ يبقى السيداتيف وهيبنوتيك يعني ايه؟ مهدئات ومنومات. مهدئات وايه؟ ومنومات. جنرال انستيجيا البنج الايه؟ الكلي. البنج الايه؟ الكلي. خلاص كده؟ دول بيهبطوا السينس كله. مش سبيسيفيك، مش فانكشن معينه في السينس. معايا ولا لا؟ لكن في حاجات سبيسيفيك. اعظم حاجه في الشابتر ده كله لو طلعت بيها السنه دي انا راضي عنك تماما تماما تماما. انالجيسس اللي هي ايه يا ولاد؟ لا المسكنات. اقول لك الكلمه جايه منين؟ انالجيزك. الجيزيا يعني بين. انالجيزيا. انالجيزيا اللي هي ايه؟ نو بين او مسكنات. على فكره في بعض الناس يقول لك ايه الشابتر ده عباره عن مسكنات واخرين. فهمت حاجه ولا لا؟ يعني مين اعظم حاجه في الشابتر ده؟ يعني لو طلعت من الشابتر ده المسكنات يكفيني. هو انت كطبيب انا هدفي لو انا عايز اعلمك حاجه للحياه هعلمك مين؟ المسكنات. انت اصل خلي بالك الشابتر ده غير باقي الشابترز. الادويه اللي فيه مش هتكتبها الا لما تتخصص التخصص. انا عمري ما اقدر اكتب دواء انتي ديبريسنت ولا انسايكوتيك. لما نشوف مع بعض الولاد الادويه دي من اعمق الادويه في الفارما اللي لها دراج انتراكشن. على فكره دي اللي تدخلات ايه دوائيه. فانت بتخاف تكتبها لما تكون عارف العيان بتاعك بياخد ايه بالظبط والدنيا ماشيه ازاي. فاهمين الكلام ده ولا لا؟ طيب انتي ابيليبسي هتجيلنا انت. الابيليبسي دوايه ولا الصرع انت هيبقى عندك لابين في الفارما لابين في السمستر ده في الموديول ده لاب ابيليبسي ولاب على الاي. الاي هتبقى اغلب معلوماتك فيه اوتونوميك. فاكرين المايوز والريزس؟ بس احنا كنا مأجلينه على طول ان حضرتك تاخد حاجه اسمها سبيشال سنس في البتاع ده. بدأت فيه ولا لسه؟ مرات انت ده في اخر البتاع وده قمه النجاح. واحنا هناخد دول ان شاء الله في اول الموديول. تمام؟ ماشي. انتي باركنسونيزم. ايه الباركنسونيزم ده؟ شال ايه؟ الرعاش. برايس اجيتانز. لما خلص الباركنسونيزم انا خلصت الامراض العصبيه. في عندي حاجه اسمها الامراض النفسيه. اللي هو بتاع بقى في المود. زي مين؟ حاجه اسمها ترانكلايزر. كلمه ترانكلايزر كترجمه حرفيه يعني مطمئنات. يعني ايه؟ مطمئنات. لو حاجه ناقصه اصور الاسلايد ده يبقى عندك. مطمئنات. المطمئنات دي قد تكون يا ماينور يا ايه؟ يا ميجو. الماينور دي اللي هي ادويه التوتر. هناخد في الشابتر ده علاج التوتر وتوتر الامتحانات. في مين كان احسن دواء يا ولاد اخدته في الفارما بيعالج التوتر والامتحانات؟ ها؟ درال بيتا بلوكر. ايوه لا التوتر اللي في حياتنا في فيتامين الكي ولا هو كان مين؟ اندرا اللي كان بيخليك تطلع على الروب الدفعه تزيط معاهم صح ولا لا؟ تمام.
الميجر ترانكلايزر لا مصيبه ثانيه. الميجر ترانكلايزر دي بجد بتاعت الاضطراب الذهني. الناس عندهم حاجه اسمها سكيزوفرينيا او شيزوفرينيا، اللي عنده افكار مستمره وحاجات اعتقادات خاطئه ثابته وحاجات من دي معايا. انت ديبريسد وما احوج بعض الناس اليها ومضغوط الاكتئاب ومود ستابلايزر. ربنا يعافيكوا. ما معنى كلمه مود ستابلايزر؟ ترجمي لي حرفيا مود ستابلايزر يعني ايه؟ مثل المود. عارف ليه؟ في مرض يا اولاد ده عشان تعرف كده، لا حاجه اسمها باي بولر ديبريشن. سمعت عنه؟ ربنا يعافيك. ده بيبقى عنده اكتئاب وكآبه ومش عايز يكلم حد. هو نفس الشخص مزاجه عالي قوي وفوق قوي وكلام من ده ومهايبر وحاجات من دي. معايا ولا لا؟ فبتبقى محتاج له ايه؟ يهدى شويه. خلاص؟ اخر حاجه غالبا واحتمال عظيم مش هنشرحها غالبا وهنلغيها غالبا، السايكوتوميبيتكس، المهلوسات والحشيش والماريجوانا والكلام ده غالبا هنسيبها للطب الشرعي يبقى يشرحها لك وتعيشوا مع بعض شويه. طبعا انا عارف ان انت نفسك فيها قوي يعني انا عارف فمش مشكله. نبقى نحكي عنها كلمتين اللي يهمونا طبعا. او بسمع منكم كانوا مش متخيل. كنت مع سنه ثالثه السنه دي وفتحنا قصه، فاكر كنا قلناها في الجنرال الحشيش تعود ولا ادمان والكلام ده. كنا اتفقنا على ايه السنه فاتت؟ تعود القهوه الحشيش ايه؟ الحشيش ايه؟ تعود والسجاير كانت تعود. فكنت بقى فتحت الموضوع مع زمايلك بقى وكانت اجاباتهم بمنتهى الثقه ان هو تعود. والبنات كانت برضه كانت مؤمنه بالكلام ده، لا الحشيش تعود. فكانت يعني حاجه عظيمه. موجود عندك ايه ترانسميترز اسمعنا في البرين يا ولاد؟ سميت عن ايه كيميكال ترانسميترز اسمعنا؟ خلينا متفقين ان اغلب الترانسميترز اكسيتاتيك. لايك لايف مين؟ السايكولين، دوبامين، ادرينالين، سيروتونين، جلوتامين. امال مين بقى الانهبيتوري؟ الجابا وجلايسين، صح ولا لا؟ حلو الكلام. ماشي الكلام. سي ان اس ديبريسنت. سيدادب اند هيبنوتكس، المهدئات والمنومات. يعني ايه؟ يعني ادويه بتكلم البيهافير. بس لما اجي اقول لك وانت بتقرا في اي حياتك كدكتور ان الدواء ده بيعمل سيديشن كسايد افكت، عارف معناها ايه؟ ما ينفعش تسوق عربيه. ات مينز خمول، نعاس، غباوه. يعني تبقى انت سايق، ما هو لو واحد مثلا سايق اخد دواء بيعمل سيديشن وسايق عربيه يديك اشاره يمين وهو غالبا داخل ايه؟ ده لو اصلا ادى اشاره. انا بتكلم عن الناس اللي هي بتستعمل اشارات. فده غالبا بيبقى واحد كده ايه؟ احنا اخدنا اولاد حاجه بتعمل سيديشن في الفارما. تبقى له بقى برنس لو جبتها والله. تيستامين. تيستامينكس. انهي جيل؟ فرز. والله حبيتهم. ده اللي فاكر. كل اللي شفته برضه بحبه يعني. فهمت انا قلت ايه؟ قالوا حاجه اسمها انت هيستامينك. حتى جيت لبعض زمايلنا في الامتحان. اللي دخلوا امتحان المدير السنه اللي فاتت. بتتدرقوا لي مش كلامنا صح؟ طيب يبقى كلمه سيديتيف وهيبنوتيك يعني ايه؟ ادويه بت ايه؟ بتهديك. بس خلي بالك بتعمل لك حاجه اسمها دراوزنس، دايخ مش مجمع مش مركز. خلاص؟ هيبنوتيك يعني ايه بقى؟ هتنيم. حلو الكلام؟ بص يا سيدي، اخدتوا الكلام ده في الفيزيولوجي ولا لسه بالراحه بقى؟ اخدتوا الراس سيستم؟ الراس ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم. طيب بالراحه بقى نبدا يا خبر ابيض. طيب الراس سيستم ده بيعمل ايه يا ولاد؟ ده وظيفته له عده وظائف في جسم الست. مسؤول عن الانكزايتي. عن ايه؟ انكزايتي يعني توتر او قلق، صح ولا لا؟ مسؤول عن الالرتنس
والوكفولنس. ايه الفرق بين الكلمتين دول؟ اليرتنس ووكفولنس. ايوه ايه الفرق بين الكلمتين؟ صح. الاولانيه اسمها اليرتنس اللي هي الانتباه، والوكفولنس الصحيان. ايوه كل اللي قاعدين قدامي وكفولنس كلهم صحيين، لكن مين فيهم اليرت؟ مين فيهم نبيه؟ صح ولا لا؟ القله. يعني الطبيعي ان وكفولنس، لكن ممكن ما تبقاش ايه؟ اليرت. ويا ما شفنا الكلام ده كتير في حصه قبل كده ولا صح ولا لا؟ تمام. يعني بص لك كده هو ايه؟ وكفولنس مش ايه؟ مش اليرت صح ولا لا؟ ولا في عيد تاني تعرفه؟ طيب المهم خلي بالك خلي بالك، هذا الراس سيستم ليه دور في الكنترول بتاع الريسبيراتوري سنتر. من ضمن الحاجات اللي بتشغل الريسبيراتوري سنتر بتاعك ان انت مصحصح وانت صاحي، بيبقى ليه دور. اي حاجه بتحصل دي بتنبه الريسبيراتوري ايه؟ سنتر عند سيادتك. وسيلف كنترول على البيهيفير والبين. انت عندك في حاجه اسمها سيلف كنترول، يعني سيادتك عارف ان انت قاعد في مكان عام دلوقتي مع الناس، صباع رجلي معاليك مزنوق في الجزمه او متضايق، ينفع في وسط الناس تقول اه يا صباعي انا ايه اللي خلاني اجي النهارده؟ ينفع تقول الكلام ده ولا عندك سيلف كنترول؟ مين اللي عامل لك الكلام ده؟ الراس ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم. فهمت حاجه ولا لا؟ الفكره في حاجه يا بيه، ان الادويه النهارده اللي هي المهدئه والمنومه بتارجت الراس، فبناء عليه لما هتضيع الانكزايتي حلو هتعمل لك ايه؟ بس هتضيع الالرتنس فهتخليك ايه؟ هتضيع الوكفولنس تخليك ايه؟ هيبنوزس نومات. وادخل بقى في الخطر، الجرعه زادت دخلت في جنرال ايه؟ زادت دخلت في ايه؟ كوما. فهمت الفكره؟ يعني كل ده دوز ديبندنت، سي ان اس ديبريشن ايه؟ دوز ايه؟ ديبندنت. معايا؟ تمام؟ حلو الكلام. الفكره في حاجه بقى، لو موتت هتموت من ديبريشن لمين؟ ريسبيراتوري سنتر. وتعالوا نقول معلومه ذهبيه من اول يوم في السنه دي في الموديول ده. لو واحد جالك وقابلك في المستشفى وعنده وجع جامد، وجع يبقى تديله ايه؟ مسكن. الله ينور عليك. ما عندكش مسكن، ينفع تديله مهدئ لوحده؟ تبقى مسخره رسمي. ليه؟ انت شفت الغطا، شفت الكنترول بتاعه. حصلت في مره واحد زميلنا، الكلام من زمان قوي، كان عنده عين نايم في نبطشيه وبتاع، عنده وجع جامد. الطبيعي كان يديله ايه؟ مسكنات. ما لقاش، فبيديله امبول ايه؟ مهدئ. هي إيه جماله على نبطشيه ساعتها؟ هو مش انت الراس سيستم ده مسؤول عن السيلف كنترول على البيهيفير والبين؟ حلو. بقى عندك بين وما عندكش كنترول عليه، الراجل بقى جننه هو في الايه؟ في النبطشيه. عمال ما نامش ومعاش عنده كنترول. اه يا ولاد يا دكاتره وزار، مفيش كنترول لا بيهيفير ولا بين. الوجع زايد وده عمال يغني له دور نبطشيه. فين وفين لما لقط معلومه انت عارفها في اول سنه ثانيه اهو، ان هنا لو ما في بين انت لبست في هايبر الجيزيا، احساس البين يزيد قوي. وبليريام، وما ادراك ما بليريام. بليريام يعني ايه؟ هذيان، تخاريف. اي دكاتره يا مش عارف ايه، يا ريتني ما جيت لكم، اي اصبع رجلي، اي. فاهم الفكره؟ حلو الكلام. يبقى طلعنا بحقيقه النهارده ايه يا مصطفى؟ لو عندك وجع تدي ايه؟ مسكن. عندك وجع تدي ايه؟ مسكن. طب لو اتهبشت وديت مهدئ لوحده، استحمل انت اللي هيحصل. نعم. ما درازش ازاي؟ مش مهيس تركز. تمام يا اندرا. واو. حلو الكلام. تعالوا بقى نبدا. اخدتوا مراحل النوم؟ الله ينور عليك. انت عارفه من ايه؟ سيرشي؟ كده الحب. الله اكبر. قولهم لي كده.
والله الله يبارك لك. برافو برافو برافو. خمسة سليب سايكلز واحدة كل ساعة. الله يبارك لك. ليه تبكرك بشنا يا ابني؟ بص يا لالا، مراحل النوم. أول حاجة سيبتك أنتوا معايا في المجال ده ولا لا؟ أهو سليب صح ولا لا؟ ستيج أوف سليب. أول حاجة معلش يعني هي مش موجودة في كتابكم، ليتنس بيريود اللي هي فترة ما بين الصحية والنوم. أول ما تخش على السرير أكيد مش طلع مرة واحدة صح ولا لا؟ في عندك أي فترة؟ انا مش بتكلم على فضل زادت في الامتحانات والمديول في الطبيعي بتقعد شويه لما تنام صح لا؟ طيب ولاد، هو الناس الطبيعيه، عشان انا مش هسالكم انتوا، الناس الطبيعيه بتنام ليه؟ انا ما عشان قلت الناس الطبيعيه ما قلتش انتوا، عشان ترتاح صح لا؟ الراحه لها شقين يا ولاد، شق نفسي وشق بدني. حلو كلام. الشق النفسي سبحانك يا رب بوظيفة الأحلام، يعني الشق راحتك النفسية من المسؤول عنها الأحلام. فيها بقى مين؟ فيها مرحلة الرابيد آي موفمنت. هدخل على حركة وانت نايم انت بتحلم. رابيد آي ايه؟ موفمنت. مرحلة الرابيد آي موفمنت ساعات بيسموها ريم أو بارادوكسيكال سليب أو الدريم سليب. سيادتك النهارده كنت في الكليه واتخانقت مع واحد وبتاع وقام لزعك على دماغك ولا اي حاجه في الدنيا، بتروح تاخد منه حقك وانت نايم وبتروقه صح ولا لا؟ تبقى الناس اللي بتحب على نفسها والكلام ده كله، خلاص؟ طيب يبقى مرحله السايكولوجيكال ريليف فين؟ فين؟ وانت نايم صح ولا لا؟ اللي ضربك واللي متخانق معك، رئيس قسم ضايقك في امتحان بياخد جزاؤه في النوم صح ولا لا؟ فبتاع ايه؟ فتقدر تتعامل مع البشرية تاني يوم صح ولا لا؟ دي مرحلة مين؟ الرابد ايه؟ الرابد الموفمنت. وبعد كده تيجي مرحلة الطوبة، تقعد لك حوالي 90 دقيقة طوبة اللي هي نون رابد ايه؟ عشان جسمك يرتاح. عشان جسمك ايه؟ يرتاح. عارف يا ولاد احسن نوم؟ اللي تبقى السايكل مظبوطة 20-90. انت ممكن تنام 4-5 ساعات في يوم تمام كده، وتقوم تاني يوم مزاجك رايق وفايق والدنيا حلوه، لان كانت السليب سايكل كانت ايه؟ مظبوطه. وفي ايام تانيه بتنام بالعشر ساعات وتقوم حاسس انت ما نمتش وجسمك مكسر ومنيل صح ولا لا؟ ما كانتش السايكل مظبوطه. مش كان من اسوأ الحاجات ان انت ما تحلمش. واحد يقول لك يا دكتور والله ده انا مش بحلم، اقول لك لا يا حبيبي انت بتحلم بس بتنسى. انت لو ما حلمتش تكتئب، تتعب نفسيا، كل الضغوطات اللي انت بتمر بيها دي مش هتطلع. فاهم دي ولا لا؟ انت بتنسى صدقني. انا عارف. يعني انا دلوقتي مثلا اكيد مثلا بحلم ان انا عالجت المشاكل اللي عملت في اليوم. اكيد يعني. بص بيقول لك في حاجه اسمها كوابيس، يعني احنا مش يعني انت مش لازم ان هي تحل مشاكلك كلها، بس بتدريب على الاقل. مش لازم احلها لك كلها حضرتك يعني، بس لو ركزت عليها ان شاء الله قبل ما تنام احلها لك ان شاء الله. انت ممكن تكون حليت نصها ولا حاجه انت مش واخد بالك. تمام؟ نركز النهارده؟ نركز النهارده لما ننام؟ خلاص؟ المهم. ماشي يا ولاد؟ خلاص كده؟ طيب. تعالوا انا وانتوا نحلم نقول لكم كاركترستكس اوف ايديال هيبنوتيك. انتوا قررتوا تخترعوا منوم نموذجي. احلام وطموحات، احلام وطموحات. اول حاجه منطق ولوجيك، لو انت عايز منوم عايز اورال مش هجيب كلهم حقنة تاخدها عشان تنام صح ولا لا؟ رقم اتنين يكون بينجز رابيد اونست منطقي. ما انت مشكلتك اغلب مشكلتك ان انت بتقعد نص ساعه ساعه لغايه لما تنام، فلازم الدوري ده يكون بيشتغل ايه؟ رابيد اونست. واحلى كلمه ادكويت ديوريشن، لا لونج قوي ولا شورت قوي، نورمال سليب باترن. يعني ايه؟ ما يلعبش في الريم بالذات، لان لو لعب في الريم هتقوم تاني يوم مالك مقريف. عندك حاجه اسمها هانج اوفر. هانج اوفر شعور القريفه، مقريف، مزاجك وحش نتيجه ان مين اتضرب؟ الريم. معايا ولا لا؟ الريم الرابيد اي موفمنت. ما حلمتش، انا برد عليك، يبقى خلي بالك يبقى انت حلمت امبارح. ده بقى ايه الحلو اهو؟ لا هو انا ما ينفعش اتحكم انا في السايكل، يعني انا ما ينفعش مثلا لو عايز اقول له مثلا 15
ده ربنا معاك. فكر فيها دي واحنا معاك راجل حبيبي فيها. فكر ازاي؟ عايزكم تجنوب تعرف في السرجي بقى في الكلام ده تجنوب مش يتوبوا. نعم المهم هنا بقى بداية الأحلام والطموحات. يا ريت ما يكونش بيعمل توليرانس يا سلام ولا ديبندنس أتقبلها شوية ولا أدفرس الفكرة بقى. هنا دي اسمها أحلام والطموحات. ما حاجة اسمها كده ولا حاجة اسمها كده. طيب تعال بقى احكي لك حدودة الهيبنوتكس. اول مجموعة مكتوبة عندكم بنزودايازيبين صح؟ لكن صدقني معرفش اقول لك ان اول مجموعة هي بنزودايازيبين. مش هتعرف قيمتها ولا جمالها ولا قيمتها الا ما تعرف احنا وصلنا لها ازاي. احنا كانت المنومات الرئيسية قبل كده اللي عندنا مين يا اولاد؟ باربي. باربي تيوريت. مكتوب عندك رقم 3 مش مكتوب جنبها حاجه. احب اتفق الموضوع الدبس. المدعيه باربي باربي تريكه المنومات الوحيده اللي عندك. تعال اديك عنها معلومات. كانت بتزلنا تقول لك انا المنومات الوحيده عندك خد اشرب بقى. بتعمل ماركت انهبيشن للريم. هتمنع الاحلام. عينك هتشيك من ايه؟ هيقوم تاني يوم مزاجه وحش حاجه اسمها هانج ايه؟ اوفر. اسمها ايه؟ هانج اوفر. تمام؟ معايا؟ رقم 2 اقول لك اكزامبل ليها وانت ترد عليها رد حلو. كان منها ده اسمه فينو باربيتون. كان بيعمل ايه في انزيمات الكبد؟ محفز ولا حاجه ثانيه؟ غبا وديه. لا اله الا الله. فينو كان محفز ولا لا؟ كان محفز انزيمات الايه؟ ما كنتش ما كناش ميزانها كده؟ ان محفز خلاص فينو فينيتوين ريفامبسين غريب غريب. فكرني كده في البركه فرقعكم انتوا الثلاثه. طلع مين فيكم اللي على الجروب اللي كان عالي؟ مين اللي فيكم اللي كان لاسع على الجروب كده؟ اللي لاسع على الجروب؟ اه مين فيكم انتوا؟ ها؟ اوكي صحيح. المهم لما يبقى انزيم انديوسر ويحفز انزيمات الكبد قوي 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 قوي. حد ليه كده في الفارما يفكرني؟ لما يحفز انزيمات الكبد قوي 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 ايه اللي بيحصل؟ ها؟ حد قالها؟ توليرانس. الله ينور عليك مصطفى شاطر شاطر. يبدا الجسم يتعامل عليها بسرعه لانها بتتكسر ايه؟ بسرعه. ولو بتاخد ادويه ثانيه هتتكسر ايه؟ بسرعه. يبقى حاجه اسمها تدخلات ايه؟ دوائيه. مظبوط. وكانت بتضرب الريسبيراتوري سنتر. طب ازعلك بقى ازعلك ازعلك ازعلك. نو انتيدوت. ما كانلاش انتيدوت. هنتعلم يا اولاد هنتعلم ان في حاجه اسمها انتيدوت. انا بزود كل ده مش موجود في كتابك بس انا بريحك وفهمك ان انت قد ايه هتبقى فرحان باليوم اللي هيطلع فيه مين ادويه جديده. معايا ولا لا؟ يبقى كانت اعمل باربيتوريت. اعمل باربيتوريت يا ولاد بالنسبه لك. تعالوا بتضرب مين؟ الرم. فالواحد عنده حاجه اسمها هانج ايه؟ رقم 2 انزيم ايه؟ انديوسر. فيحصل ايه؟ تولرانس ودراج انتراكشن. بتضرب الريسبيرتوري سنتر وملهاش انتيدوت. طب اقول لك على حاجه سيئه كانت كده. اوكي توكسيك. حد فاهم الحركه دي يعني ايه؟ توكسيك. برافو عليك. كانت نارو سيفتي مارجن. كان الفرق بين الجرعه اللي بتعالج واللي بتموت قريب. الفرق بين الجرعه اللي بتعالج واللي بتموت ايه؟ قريب. فالعيان كان ممكن يموت بيها. معايا ولا لا؟ دي كانت عيله اسمها ايه؟ باربي. عيله اسمها ايه؟ باربي.
انا قلت الكلام ده ليه؟ علشان اخليكم كلكم ترحبوا معايا باحسن واقوى وافضل عيلة منومات في الطب اللي هي مين؟ بنزو ديازبينز. بنزو ايه؟ ديازبينز. بنزو ديازبينز. هقول لك على حاجة لو انت تحب تنفي. تقولي ان البنزو ديازبين مش بتأثر على مين؟ الرب. مش انزيم مين؟ انديوسر. مش انهبيتور لمين؟ وعندها انتيدوت. شفت جمال؟ شفت جمال؟ حبيتها. حبيتها. فاهمين دي ولا لا؟ يبقى دي كانت مجموعه هي اللي احنا بنستعملها في الطب اصلا كايه؟ كمنومات. يبقى احنا بنستعمل باربي ولا بنزو؟ بنزو. بنزو ديازبين، صح الكلام؟ تمام. من اعجابنا بالبنزو ديازبين يا راجل بدانا نشوف الريسبتورز بتاعتها ونختار ونطلع بيها شغالها. طلعنا حاجه اسمها ادويه هتشغل البنزو ديازبين ريسبتورز، حاجه اسمها بي زد 1 اجونست. اسمها غريبه شويه. زول بديل زالبلون زوبكلون. على فكره الاسماء الى حد ما في الشابتر ده عاليه شويه بس ما تخافش هناخدها مع بعض بالتكرار واحده واحده. الفرم هنا في الموديول ده هي مش هخوفك بس فعلا انا عندي السنس من الشابترز المحترمه في الفرم بالنسبه لسنه ثالثه شابتر كده عميق. فعندك ثلاث اسماء هم حد فيهم راح تقول واحد بس عايزك تقول واحد. زول ايه؟ اسمه زول بديل. زول اسمه ايه؟ زول بديل او زالكلون او زوبكلون. خلاص كده؟ حلو. عارف اول منوم هتحتك بيه في حياتك المهنيه مين؟ ولا واحد من الثلاثه اللي فاتوا. كولورال هيدريت. ده اول منوم هتحتك بيه في حياتك العمليه. عارف امتى؟ وانت طبيب امتياز قد الدنيا. هيطلب منك حادثه داخله صفر اتخبط عايشين مع الجو قوي دخل علينا الاستقبال الوقت في طفل مخبوط عايزين نطمن عليه مخبوط على دماغه لازم نعمل له اشعه ايه مقطعيه. حلو الكلام. علشان تدخل طفل جهاز السي تي الاشعه المقطعيه ما ينفعش يتحرك عشان الافلام تطلع مظبوطه صح ولا لا؟ فطبعا انت شايف التوتر عامل ازاي؟ والاهالي طبعا جايين ايه؟ سخنانين عليك قوي والدنيا متوتره وفين الدكاتره والجو شايط. فيبداوا يندهوا المعاليك يا دكتور الامتياز العظيم الامل اللي في الحياه. فسيبك تقول لهم حاضر انا هروح مع الطفل نعمل ايه؟ الاشعه. فتنطلق انت والطفل والاسره والاسر والمجتمع كله منتظرين نحو جهاز الايه؟ الاشعه. الواد ده مش هيدخل الجهاز وهو فايق. لازم تعمل ايه؟ تنيمه صح ولا لا؟ ولاد امه مثلا غالبا هيكون مثلا على الاقل معاك في ثلاثه فوق على قفاك. امه وابوه مثلا وجارهم اللي هو بعيد ما حدش يعرفه ده اللي هو دايما شخصيه هيبقى فيها دايما عندنا في الشطر ده شخصيه هلاميه دايما. هي الشخصيه الغامضه دي هيظهر معانا اول مره اهو النهارده. فانت عندك الاب والام وهذا الايه؟ الجار الهلامي اللي عمال يفتي في كل حاجه. فسيادتك هتجيب البودره اللي اسمها كلور هيدريت. بس عيب ان طعمها وحش يا ولاد. طعمها وحش. انت كراجل مثقف هتعمل ايه بقى كمكار؟ كنت ايه؟ برافو عليك شاطر. تقوم حاطط على ايه؟ على عصير وتشرب الايه؟ الواد ولو انت ذكي. برافو عليك تشرب الراجل اللي معانا. صح ولا خليك كمين بقى. الراجل ده هيبقى ليه دور معانا في الحياه. ويبدا الواد يدخل بقى ايه؟ ينام. خلاص؟ دي البودره المفضله بالنسبه لنا في الاطفال لطيفه جدا كلور هيدريت. ولو انت شرير ومتشرد متشرد البودره دي كانت بتستعمل في الاغتيالات زمان. ليه؟ البودره دي يا ولاد بتتحول في الجسم لترايت كلورو ايثانول. ايثانول ده اللي هو ايه؟ الكحول صح ولا لا؟ ترايت كلورو ايه؟ ايثانول صح ولا لا؟ فكانوا يعملوها ايه؟ يقوم واحد بيشرب خمره يقوم حاطينها له فيه فاكنه يبان ان هو اخد اوفر دوز منين؟ من الكحول. يحصل له ماركت سيفير سنس ايه؟ ديبريشن. وكانوا بيسموها نوك اوت كوكتيل. يلا نصيحه صغيره ايه؟ يلا المهم ما علينا. يبقى سيادتك اول ما تحتك في حياتك هتحتك بمين؟ بكره ايه؟ هيدريت. نايم مين؟ طفل.
الطفل لوحده والراجل اللي معاه. طيب تعالى اقول لك على حاجه بس صدقني، مين بقى اول دواء هتكتبه بايدك في اللي قدامك دول كلهم؟ لزميلك اللي في سنه ثالثه ولا في سنه اولى وغلبان اللي لسه يعني جاي في الموديول سيستم ده وحالته ضايعه وبدا يجي له ارق، تكتب له دي اللي احنا خدناها في فرمان في سنه اولى. انت لسه ما عارف دي حبيبي، كل دول مخدرات، كل دول مش بيكتبوا ولا بروشتة ومختومه من حضرتك وبيروح الصيدليه مش اي حد هيطلعها له، فاهمين دي ولا لا؟ لكن انت هيستمينك بقى، انا ممكن انت تكتبها له انت دلوقتي حاليا وانت طالب ولا انا اكتب اي حاجه، فاهمني ولا لا؟ تقول له بقول لك ايه؟ يقول لك يا دكتور والله انا عايز اخد منهم بس خايف، مش عايز حاجه فيها ادمان ولا تعود ولا 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 كده كله. فدي مين يا ولاد؟ انت هيستمينك. انهي جيل ده يا ولاد؟ انهي جيل؟ فارس صح ولا لا؟ حلو الكلام. حد عنده مشكله من اي نوع؟ طيب ليش حاضر؟ ما احنا هنقول ان احنا نعيدها بكره. لا الله ده اللي جاب درجات ده عندك وين؟ طيب انا هعمل لكم عاده بكره المفروض الساعه، انا عامل حساب ان عندكم حاجه النهارده، انا بكره الساعه 12 المفروض. طيب بكره الساعه 12 بس ايه هتعملوا ايه؟ هي المحاضرة الساعة كام؟ 12 غدا ولا ساعة؟ هي طيب بنزودايزبينز عندهم ريتن اخر السنة صحيح؟ ريتن صح؟ اغلبهم هم ريتن بنزودايزبين مهمة ريتن على فكره عالم العالم الساعه بعد كده بقى بعد كده بقى تبع في الكتاب ان شاء الله مثلا ماشي يا ولاد. بنزو ديازيبينز انت مبدئيا داخل انت معجب بالعيله بس عشان يبقى واضحين صح ولا لا؟ احسن من الباربي فكده. طيب في بداية ساخنة جدا الموضوع والابزوربد اورالي عندهم دواء اسمه كلورازيبات كان ان اكتف والله زمان يا برو دراج. حد عارف كلمة برو دراج يعني ايه يا ولاد؟ يعني برافو كان ان اكتف ويدخل جسمك يبقى اكتف. الله ينور عليكم برافو 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 صح صح يا ولاد صح معايا؟ حلو بس الدواء ده بقى يا ولاد بيتاكتف في الاستومك على غير العاده. احنا لو عاوزين حاجه تاكتف فين؟ في الليفر. ده بيتاكتف فين يا ولاد؟ بالاتش سي ال فين؟ في المعده. يتحول لحاجه اسمها نور ديازيبام رابيد ابزوربد. تقول لي خلاص يا دكتور ماشي، يعني مجموعه بتتاخد اورا في منها اقراص والدنيا كويسه. قال لك لو سمحت انا اخدها حقن عضل، عائله بينها وبين العضل العلاقه غير جيده. لن تفضل عنك يا دكتور عارف ايه؟ الريجولر ابزوربشن. الراتيك كلمه الراتيك يعني الريجولر. ليه؟ اول ما بتديها بتقوم راح ماسكه في السكيلتال ماسل بروتينز. ما تعرفش الشغل مش الشغل. باوند وفيه وحاجات من دي. طيب. الوحيد اللي فيهم محترم اسمه لورا. او اسمها بقى لورا اسمها ايه؟ لورا زيبان دي المحترمه في العضل. لورا عضل لورا ايه؟ انت مضطر تلتزم بهذه الصيغات الغريبه لان الموضوع هيبقى ايبر قوي خلاص. كان بقى زمان لورا تدين ما تديش في بالك كلها لورا. طيب لورا زيبان لورا ايه؟ زيبان مالها لورا؟ مالها لورا؟ حلوه ليه؟ عضل خلاص تمام. الديازيبان بقى يا ولاد ممتاز ممتاز في حاجه اسمها ستيتس ابيليبتيكس. اللورازيبان ده حلو جدا في حاله الابيليبتيكس لما يكون الاي في صعب. هو ايه المؤخذ للستيتس ابيليبتيكس ده؟ بص بص
هو ايه اللي بيحصل في حاله الصراع الكلاسيكيه جدا جدا جدا؟ فجاه العيان بيفقد الوعي، يصرخ ويفقد الوعي، وبعد كده يحصل له زي ما انت شايف تونيك كونتراكشن في الجسم كله، اكستنشن في النك، الاي رولد اب، وهنا اكستنشن في الايه في الليج. حلو الكلام؟ واللي عامل كده حلو الكلام خلاص ماشي يا ولاد. حلو عامل كده نفس ممكن يقف كان يروح حوالي نص دقيقه، وبعد كده ربنا يعافيكم فايلنت كونتراكشن في كل حته في جسمه حوالي دقيقه، ممكن يعض ايه لسانه، وممكن يفقد الكنترول على الجي اي تي والرينال، بتبقى حوالي علقه من نص دقيقه لدقيقه، وبعد كده يحصل حاجه اسمها توت باراليسيس، بيبقى مجهد تماما. انت متخيل ان كل عضله في جسمك اشتغلت باعظم قدره عندها لمده دقيقه كامله؟ وكانك اخدت بتاعك روح خد الكوبري الجامعه كله في دقيقه، فاهم الفكره؟ لا، فبيكون عنده ايه؟ سيفير فتيج، ويبقى ينام، وعاده ما بيفتكرش ان في اتاك الا لما بيشوف البهدله اللي حصلت. تمام؟ طيب الفيلم اللي انا حكيته ده كله قعد قد ايه يا ولاد؟ ست دقايق. نص دقيقه دي تقريبا حوالي دقيقه ونص دقيقتين، صح ولا لا؟ وبعدها يستعيد وعيه، بعدها ايه؟ من رحمه ربنا بالعينين دول يا ولاد بفضل الله يعني بيعملوا حاجه اسمها اورا. فين المجرين؟ بص على نفسي. بيعملوا حاجه اسمها اورا. اورا يعني العين بيحس ان حاجه هتجيله. في نوبه الصرع. يشم حاجه غريبه. يسمع حاجه غريبه. يسمع جرس، حاجات كده معينه، يشم روائح معينه، حاجات من دي. يبدا يجيله احساس نفسي معين، كلام من ده. خلاص؟ طيب فعشان كده من رحمه ربنا يبدا ايه؟ ياخد مكان معين وينام ويبعد عن عشان دماغه ما تخرجش الكلام ده. ماشي يا ولاد؟ حلو، وصلنا لفين؟ العام بتاعك ده دي اسمها اتاكو في ابيليبسي، اتاكو في ايه؟ ابيليبسي، عاده بتروح لوحدها ومش محتاجه منك تدخل. لكن تعالى بقى الموقف الجبار اللي جاي دلوقتي. النوبه كده اهي وحصل اللي حصل، حلو؟ المفروض اللي عنده ويذين 2 تو 3 مينيت يبدا ايه؟ يفوق انا فين؟ حلو؟ ما حصلش. ما فقش. ودخل فين؟ في اتاك ثانيه. بنفس السيناريو. ما استعادش وعيه. ودخل فين؟ يعني احسن. يعني مثلا يتشنج يريح دقيقه دقيقتين عشان لكن كاسد الكلام ده بتاع المشكله، بس العضله تكمل. بعد كده ايه؟ ساعتها دي مش ابيليبس عادي، دي اسمها فيتاس ابيليبتكس، حاله التشنج المستمر او الصرع المستمر. سؤال، في الموقف ده انت لازم تتدخل والا يموت. مش هيستحمل، ده مش هيستحمل، البريم مش هيستحمل. ناس حاجه اسمها برين دامج. برين ايه؟ دامج. سؤال مباشر، العيان ده ياخد ايه؟ ياخد احسن دواء في الدنيا. العيله دي على فكره شابول، العيله دي تنقذ الاف البشر. ولكن الدواء يتاخد ازاي يا ولاد في الموقف المنيل الرهيب اللي انا فيه ده؟ الاي في ديفيكالت قوي في اللي انا فيه ده. انت راي ماسكولر، بس مع كامل احترامي ليك يا ولاد، ازاي؟ كده ازاي انت لما اسكت؟ برافو 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 برافو. في الجاب، في الجاب ان بتوين، فاهمني ولا لا؟ حتى لو عايز تدي اي في في الجاب، لكن نيفر 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 تكتف العيان، تبطط العيان، تنام على مش الكلام ده. معايا ولا لا؟ ولاد الناس بتعمل حاجات غريبه قوي، واحد بيشنج كتف وعايش يا عم انت بتعمل ايه؟ الكلام ده كله بيعمل له ايه؟ اكسيتيشن. معايا؟ يبقى تستنى لما يريح وتقوم داخل. قول هو دخل في السكند اتاك وسناه دي. لا، مع التانية قلت لك خلاص؟ نعم. بيحصل له اكسيتيشن اكتر. والسرنجة هيحصل فيها ايه؟ الدكتور هو لما يتشنج انا المفروض ما اجرب لك؟ اخ
اخرج 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 وربنا يجازيك كل خير ان تبعد اي حاجه عنه تمام وتحط له بس حاجه يعض عليها يبقى يعني ربنا يبارك لك ان هو ما يزيش نفسه ده كل اللي انت كده عملت حاجه عظيمه فيه نعم بس بقى تقول لما تيجي تحط حاجه ما تحطش صباعك لازم غباوه مش لو عرض صباعك مش هيسيبه مش بهزر والله الاكتر اللي بنبه عليه مصر بنوك بتوع اسنان انتوا عشان بيكون مثلا حاطط ايه بلاوي في بق العيان معايا طيب هو يعني بيشم حاجه اصلا في يقول لك انا شام حاجه انت عارف فيها تاني تجي لي ازاي لك مثلا الناس بقى كانت بيبي ريحه بلاس محروق حاجات كده من عارف مين اللي كان مشهور قوي قبل يوم مثلا كان عنده الليبس طلع بيسمع جرس تمام هنحكي عنه حدوته كبيره قوي بس هو مبدئيا كده 5% جات ايدي باتري ما اعرفش كهرباء زياده امبرس زياده في كده امبرس كده اتجننت في نيرون اتجننت سحبت وراها البريك تمام يلا اخر البنزودازيبين عندهم الرانتك ابزوربشن امتصاصه غير حلو في العضلات لما تاخدوه عضل يروح يمسكوا في الاسكليت مثلا اللي ايه بروتين ما يروحش الدم كويس ايه ده فين ما بحبهمش عضل عشان كده ما بلاش عضل بس نعطيه عضل الوحيد اللي يتعب عضل هو مين نورا مش هيضر العضل مش هيضر المصل نعم مش هيضر المصل ده لا خالص لكن صدقني صدقني احسن واحد في العيله دي كلها بقى بيتاخد ايفول البرنس كله ديازيبان بيتاخد ايه يا اولاد الديازيبان ده يا اولاد اسمه تجاري ايه يا اولاد ديازيبان حد فاكره ديازيبان اسمه تجاري ايه ليه اسم تريد نيم مشهور قوي قريب انت قوي فاليام مشهور قوي ده بيتاخد في الستيتس ابيليبتيكس والاناثيليا ديستريبيوشن سؤال بريء هل تتوقع يبقى عنده برضه البرير احنا في السن لسه طب ده لوجيك احنا عشان طر السن لسه يا اولاد ها بس وللاسف يعدوا البلاسينتا وقيل عنهم تيراتوجينيك بيمسكوا البلازما والدين ميتابوليزم بالهباتيك ما بيزوع الايه انزيم في بعض منهم بيحصل له اوكسيديشن فيحصل له اكتيفيشن في بعض منهم بيحصل له كونجيوجيشن فيحصل له ان اكتيفيشن ان ايه ان اكتيفيشن يعني في منهم ادويه بيحصل لها اكتيفيشن في الليفر او ميتين اكتيفيتي يعني هي مش برو دراج مش برو دراج هي ميتين ايه اكتيفيتي زي مين ديازيبان البرازولان اسمه غير مشهور ولا البرازولان ده ولاد اسمه زانكس حسنا اسمه كده زانكس مشهور قوي تمام وكلور ديازم اوكسايد ما تحفظ ما تشدش على نفسك بقول لك ايه لما اقول لك ابقى عايز اكزامبل الحفظ هقول لك اعلق عليه لما اقول لك احفظ الاكزامبل هقول لك عليه هنا ما تاخدش في بالك خلاص مين اللي بيحصلوا ان اكتيفيشن في الليفر اللورا والاوكسازيبان رينال اكسكريشن للميتابولايت مش محتاج حاجه في الاكزامبل اللي انا قلتها دي خالص كان في عندكم جدول عظيم عميق رهيب مليان بالاسماء صح؟ ايه نعم خد لك رس لمده دقيقه كامله حقك حقك يا ماضي حاجه بقى بس ده ادويه وبتاع وكده